تسعون يوما على ما أسميتموه بالانقلاب، الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية وما تلاها أساسا الأمر 117، ماذا فعلتم كمعارضة لوقف ما أسميتموه بالانقلاب؟ ماذا كان حصادكم؟ أم تنتظرون ربما كما يقول البعض سقوط آخر سقف هو حل المجالس البلدية؟ أولا تحية مسائية لكم ولكل مستمعيكم وأصدقاء القناة، شكرا على الدعوة. يا أهلا. طبعا كل شيء عنده وقت. الثورة في تونس متواصلة، كما بدأت في 2011 و2010 2011 بدأت مشتتة، ثم في لحظات التحمت في بعض. ثقة الناس اللي انتخبت قيس سعيد ما كانش تنتظر أن قيس سعيد مش يكون العاد، لذلك فوجئت بالانقلاب إلا قلة قليلة. كنا في اللحظة ضد الانقلاب، والشاهد يحفظ ويقاس عليه. الأغلبية التونسيين فوجئوا بهذا الانقلاب، بهذا الخطأ الفادح والاعتداء الصارخ على الدستور، فوقعتك البهتة. لكن سرعان التونسي ما يدارك المسألة، وبدينا نهار 18 سبتمبر أول لقاء، ثم نهار 26، ثم اختمناها بيوم 10 أكتوبر اللي أسقط نهائيا لغة المشروعية، وظهر العالم والتونسي والخارج أنه كلام ما عنده حتى معنى. توانسة مقسومين، اللي ما انتخبوش قيس سعيد دفعوه للانقلاب وهم معاه، واللي انتخبوا قيس سعيد معناها مشروعيته حقيقية وقف اليوم ضده، وقف ضد الانقلاب معناه. نعم. نعتقد أنه اللي عملناه شيء كبير ياسر، رسالة كانت واضحة، وضعت المعالم داخليا وخارجيا، أسقطت مقولة المشروعية، واليوم علينا أن ننتقل إلى مرحلة أرقى، وهي افتكاك مؤسساتنا الدستورية من قبضة السيد هذا المنقلب، لأنه لا فقط اعتدى على ناخبيه بل اعتدى على الدولة، فك الدولة، فككها استعقبل كل شيء ثم استحوذ عليها، وهو الآن مغتصب المكان والمنصب، هو غير قانوني غير شرعي، هو انتهت مشروعيته شرعيته انتهت بضربانه للدستور. فبأي موجب هو موجود غادي؟ لا عنده قانون لا دستور يحميه، هو اغتصب المكان واغتصب السلطة.